قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده باتت تمتلك سلاحا جديدا ضد فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى التماسك في مواجهته. هذا وأضاف ماكرون في تغريدات على تويتر إنه مع بدء حملة التطعيم في فرنسا وأوروبا ستكون الأولوية لكبار السن والأطباء الذين يعملون في الخط الأول للدفاع ضد الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاح لن يكون إجباريا، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الثقة في الأطباء والباحثين الفرنسيين. حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرون من أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الارتفاع. وقال الوزير إن ما يزيد من خطورة الوضع حاليا هو أنه يتم تسجيل 15,000 إصابة جديدة يوميا في المتوسط. يأتي تصريح وزير الصحة في وقت تخشى فيه الحكومة من تعرض البلاد خلال الأسابيع المقبلة لموجة وبائية ثالثة بعد الأعياد. للمزيد ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز خالد شقير. أهلا بك خالد، ونبدأ من تصريح وزير الصحة الفرنسي من أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت الإصابات على هذا القدر من الارتفاع. يعني هل بالفعل الإصابات توحي بأن الحكومة سوف تتخذ هذا القرار، قرار الإغلاق الثالث؟ تحياتي زميلي العزيز شادي ليك ولكل السادة المشاهدين. بالفعل شادي، صرح أوليفييه فيرون لجريدة جورنال لو ديمانش هذا الصباح هذا التصريح بعد أن قال أنه تلقى عدة طلبات من بعض من النواب ورؤساء الأقسام والمراكز في فرنسا، وهي بتطالبه بأهمية الدخول إلى الحظر الصحي مرة أخرى. وقال أن الحكومة الفرنسية وقطاع الصحة يتابع الموقف ساعة بساعة، وقال بالفعل كنا نود أن تصل الحالات إلى 5,000، وكانت قد وصلت شادي إلى 11,000 حالة قبل الدخول إلى حظر التجوال الذي هو مستمر شادي في هذه الأيام. وطالب الفرنسيين بأهمية الالتزام وعدم الخروج حتى في ليلة ليلة 31 وإلغاء كل الاحتفالات، وقال أن الحكومة تتفهم هذه الموجة من الخوف، بصفة خاصة أن الأعداد ازدادت سادي في الفترة الأخيرة ووصل المتوسط ل 15,000 حالة يوميا، وهذا يدعو الحكومة الفرنسية للتفكير شادي بالدخول مرة أخرى وذلك لتفادي الأسوأ كما قال. ولكن ماذا عن الاقتصاد في هذه الحالة إذا تم الإغلاق الثالث؟ يعني هل استعدت الحكومة الفرنسية بحزم اقتصادية جديدة تحسبا للموجة الثالثة من الإغلاق؟ يعني جان كاستاكس رئيس الوزراء الحكومة الفرنسية كان له يعني في استجواب أمام الحكومة الفرنسية حديث مطول يقول فيه نحن كحكومة فرنسية مطالبين بأهمية التنسيق ما بين الحالة الصحية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والنفسية للفرنسيين. هذا التوازن دفع الحكومة الفرنسية شادي بعدم الدخول في حظر صحي كامل كما حدث في الموجة الأولى. كان هناك السماح لبعض من الأعمال والتنسيق ما بين المواقف الصحية والمواقف الاقتصادية. أعتقد شادي إذا حدث ودخلت فرنسا في حظر صحي للمرة الثالثة ستدخل مع الحفاظ على قطاع الأعمال والعودة إلى المدارس مرة أخرى، وذلك في محاولة لتفادي أزمة اقتصادية يمكن أن تدخل البلاد في مشاكل كثيرة وعديدة وغضب في الشارع شديد. شكرا لك على هذه المعلومات، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من فرنسا خالد شقير.